بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم إخواني أخواتي متتبعي قناة العلم الأفكار؟ اليوم نتعلم واحدة من أهم أسرار برنامج الوورد للكثير أو القليل من الناس اللي يتعامل بها أو يستعملها. حاول إن شاء الله نشرحها بخطوات سهلة ومفيدة إن شاء الله للجميع. وهي كيفية عدم وهي كيفية دمج عدة ملفات وورد في ملف واحد. والفكرة مبنية على أنك مثلاً لديك رسالة أو مذكرة أو كتاب تريد، والكتاب هذا يوجد على عدة فصول، مثلاً فصل أول ثاني ثالث ورابع إلى آخره، وتريد دمج هذه الفصول في ملف رئيسي واحد. أهم ما يميز هذه الخطوة أو هذه الفكرة هو عندما تعمل تغيير في فصل من الفصول راح يتغير أو يتعدل الشيء الذي عدلته في الفصل مثلا الأول، يتعدل في الملف الرئيسي، والعكس صحيح كذلك. إذا غيرت في الملف الرئيسي راح يتغير الملف الأول أو الفصل الأول أو الثاني الذي غيرت فيه. على كل حال، قبل أن نبدأ ضع لايك واشترك إن كنت لم تشترك من قبل، وشارك هذه الفكرة أصدقائك وبارك الله فيك. أولا نبدأ على بركة الله. أولا افتح مستند وورد جديد. قبل أن نمر إلى الفكرة، نلاحظ لدي أن هذا المستند فيه الفصل الأول، فيه المقدمة والفصل الأول والثاني والثالث والرابع. للغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية نفس الشيء، ما يختلف ولا شيء. قلنا نعود إلى أن نفتح المستند الجديد، مستند جديد وورد. نذهب إلى قائمة معرضة أو فيو إلى هنا. بعدها نذهب إلى نضغط على مخطط تفصيلي. نذهب إلى هنا، مخطط تفصيلي أو بلان بالإنجليزية، يعطيني هذه الصفحة. بعدها نضغط على إظهار مستند أو باللغة الإنجليزية فيو دوكيمنت هنا. نضغط إلى هنا. بعد هذه من هذا الفعل نضغط على زر إدراج أو أنسر. نضغط هنا، نذهب إلى أنا وضع الدوكيمنت هنا في سطح المكتبة، نبحث عنه أين هو، نضغط هنا، يعطيني المستندات في الأربعة. نأخذ واحد تلو الآخر. على سبيل المثال نبدأ بالمقدمة العامة. المقدمة نقول له افتح، تأتيني نقول له لا للكل، هذه الأخيرة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لا يغير اسم المستند أو اسم الفصل الأول أو الثاني والثالث، يبقيه على نفس الاسم. نذهب مرة ثانية إلى إدراج أو أنسات، نضيف مثلا الملف أو الفصل الأول، نقول افتحها لا للكل، وننتظر قليلا. ثانيا نضغط نفس على نفس الشيء، نذهب إلى المستند الثاني رقم 2، نقول افتحها لا للكل. نضغط مرة أخرى على الفصل الثالث، افتح، نقول له لا للكل. نضيف الأخير، المستند الأخير، ونقول له لا للكل، وننتظر حتى ينهي انتهى. نضغط هنا نقول اغلق، راح يعطيني الملف كاملا. الملف كاملا فيه حوالي 28 صفحة. لو نطلع إلى هنا نلاحظ أن الملفات كلها
كلها هنا. تلاحظ من المقدمة حتى آخر، من المقدمة حتى آخر فصل من الفصول. الآن ماذا علينا أن نفعل؟ الفكرة هي يجب عليك أن تحفظ هذا الملف في نفس المستند الموضوع اللي فيه الفصول الأربعة. نضغط هنا إلى حفظ، نذهب إلى هنا، هذا هو الملف المستند هنا. مثلا نعطيه اسم، نعطيه اسم، أنا أسميه تيست على سبيل المثال. عفوا، قل له حفظ. أوكي، ننتظر قليلا. حتى ينتهي ونرجع. الآن افتح معنا المستند. الآن نحاول أن نطبق ماذا قلنا، نعمل تغيير أو تعديل في هذه المستند الرئيسي، ونغلق ونحفظ التغيير، ونذهب ونفتح التغيير أينما وضعنا التغيير، ونلاحظ إذا كان الفصل الذي وضع فيه التغيير تغيير أم لا. هذه أولا. ثانيا نعيد إرجاع التعديل أو التغيير، ونغلق الملف ونرجع إلى هذا الملف، ونلاحظ إذا كان الملف تغير كذلك أم لا. هذا هو هدف هذه الحلقة. أولا هذه نأخذ من الأول، هذا نأخذ من المقدمة، نأخذ هذه الفقرة، هذه الفقرة الأولى تنتهي هنا. الفقرة الثانية نأخذ كل الفقرة الثانية مثلا على سبيل المثال، نأخذها وندير لها عملية القص، مثلا عملية القص هكذا. وبعد ذلك نأتي نغلق هنا، نقول احفظ هذا التغيير هكذا. نأتي إلى هنا على سبيل المثال، هذا هو غيرنا في ملف التست. نذهب إلى المقدمة، نفتح المقدمة ونلاحظ إن كان وجد تغيير أم لا. نغلق، نلاحظ أن المقدمة تم حذف أو تعديل هذه الفقرة الأولى. نضغط هنا ونرجع ما تم حذفها، ونعيد، نلاحظ أن الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، والفقرة الثالثة، وتنتهي الصفحة الأولى. نغلق هنا، نقول حفظ، نفتح مرة ثانية هذا الملف، يأتيني بهذه الروابط، يسمى الرابط التشعبي. ماذا نفعل؟ إذا أردنا الفتح نضغط هنا على كنترول زائد الضغط على سبيل المثال ونفتح. إذا أردت أن تنتهي لا تريد هذا المنظر، ما عليك أن تفعل؟ اذهب إلى هنا فيو أو عرض، بعد ذلك نذهب إلى هنا بلان، نقول له اعمل لي فتح لكل هذه المستندات. ننتظر قليلا يفتح معي، ونقول له هنا اغلق يعطيني كل المستندات. ننتظر قليلا، نلاحظ أن المستند المقدمة أعطتنا الفقرة الأولى والفقرة الثانية اللي رجعناها والفقرة الثالثة في الصفحة الأولى. تلاحظ، هذا هو ملتقى هذه الحلقة بإذن الله. لا تنسونا، إن استفدت من هذه الحلقة وهذه الفكرة لا تنسونا من اللايك، اللايك اللايك هذا هو التشجيع لنا حتى نعمل أكثر. ولا تخلي هذه الفكرة عنك، شارك الأصدقاء واعتبرها صدقة جارية لك.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.